هنبدأ دلوقتي نراجع على قوانين البريزم. البريزم أول حاجة كان بيهمنا في البريزم لما أنا يكون عندي instant light ray كده instant light ray travels through the prism with an angle of instance phi 1 measure the flow the normal. The angle of incidence is measured from the normal, from يعني the angle between the normal line and the incident light ray. The angle of incidence, the normal line on the boundary surface of the prism of the first boundary. If you angle 90 here, in the left, the same. يعني انا دلوقتي لو مديني الانجل دي 30 فدلوقتي اعرف ان دي ب 60 الفاي 1 لان دي ودي ب 90 اذا لايت هي ريفراكتد توورد ذا نورمال لاين ذا جلوس بريزم از دنسر ذان اير سو ذا لايت ريفراكتد توورد ذا نورمال لاين لما اللايت يتحرك من الريرر ميديم للدنسر ميديم يبقى بيرفكت توورد ذا نورمال لاين السبيد ديكريز الويفنس ديكريز الانجل ديكريز فثيتا 1 ميجرد فروم ذا نورمال ثيتا 1 انجل بين النورمال لاين اند ذا لايت ري ريفراكشن ريفراكشن لان هنا حصل هنا ايه كان عندي هنا تو ديفرنت ميديم ده ذا باوندري سيرفيس او سيبريتنج سيرفيس بين اير اند or any medium and a glass prism. When light ray reaches the boundary surface of the second boundary surface of the prism, the light ray travels with angle phi 2. Phi 2, second angle of incidence. Measured from the second boundary is normal. From the normal to the light. The angle between and the normal and the light is equal to, is called a second angle of incidence. The light ray reflect away from the normal line. With angle theta 2. When the light ray travels from denser medium to rarer medium, it reflects away from the normal. The speed decrease, the speed increase, the wavelength increase, the angle increase. Theta 2 greater than phi 2. بيبعد عن النورمال هو مش هيكمل كده مش هيكمل الاتس بولس كده صح هيحصل له ايه ريفلكت اواي فروم ذا نورمال وذ انجل ثيتا 2 ذا انجل بتوين ذا تو فيسز الفيس ده اللي هو اللي دخل منه اللايت والفيس ده اللي خرج منه اللايت الانجل دي بنسميها الابيكس انجل هي عبارة عن ايه بقى الابيكس انجل دي بقى القوانين بتاعتنا هنا بسيطة خالص ان الـ apex angle equal theta 1 plus phi 2 دي plus دي يدينا الـ apex angle يعني مثلا لو دي 20 لو دي 60 degree دي 20 تبقى دي 40 لان دي ودي يدوني 60 طيب رقم 2 the light ray it changes its direction يعني light ray كان في الأول كان هنا بقى هنا فهنا حصل ان هو غير في direction بتاعه فاحنا عايزين نعرف how much the light ray it changes its direction as a result of passing through the prism يعني لما عدى على البريزم ده غير the direction بتاعه how much the angle is
the angle of division. How much is the angle of division? يعني هنا الحرف حصله deviated from its original pulse. الانجل اسمها ألفا. لو انا كملت اللايت ريدن الانستنت لايت ريدن مع الامرجنت لايت ريدن inside the prism meet inside the prism الانجل دي اسمها ألفا. اللايت ريدن في الاول كان كده بعد كده حصل له ديفيجن كده الانجل اسمها ألفا. الالفا equal first angle of instance اول انجل خالص بس اخر انجل سيتا 2 minus apex angle. الريفراكشن بقى عايزين يعني القانون يجمع ما بين الفاي 1 والسيتا 1 والفاي 2 والسيتا 2 الايه قانون الريفراكشن ان البريزم over the end medium or the end air يعني في الأغلب بتكون the end air يعني medium هنا بيكون air in the prism over the end medium equal in the prism على the end medium مش هرجع بيدي فاضية sin phi 1 over sin theta 1 ان البريزم اوفر الان ميديان مش هيرجع بيه فاضيه ساين سيتا 2 اوفر ساين فاي 2 ساين سيتا 2 اوفر ساين فاي 2 سبيشال كيس وين اللايت رين normal on the face of the prism falls normal يبقى هيجي normal كده يبقى هيعدي جوه البريزم without any reflection phi 1 equals 0 theta 1 equals 0 الانجل between النورمال واللايت phi 1 0 theta 1 equals 0 يبقى لما يقول لك ان اللايت ray falls normal on the face of the prism يبقى phi 1 equals 0 theta 1 equals 0 لان هنا مفيش انجل بين النورمال واللايت اللايت هيكمل كده The light ray هنا يحصل ايه؟ هيخش على ايه؟ على the second boundaries surface صح؟ طيب فيحصل ايه بقى؟ هيتكون هنا عندي angle تاني اسمها الـ phi 2 light ray مش هيكمل كده أما اللي هيحصل له ايه؟ هي refract away from the normal هيبعد عن النورمال مش هيقرب هيبعد فهيتكون انجل هنا اكبر اسمها سيتا 2 اكبر من الفاي 2 لان هو هيبعد عن النورمال فيجعل انجل اكبر هنا الفاي 1 ايكوال 0 والسيتا 1 ايكوال 0 لما السيتا 1 تبقى 0 يبقى ايه هنا الابكس انجل هي نفسها الفاي 2 يبقى الابكس انجل على طول هتبقى ايه الفاي 2 وعلى طول بين الالفا هتبقى مش الفاي 1 هناك مش بزيرو يبقى على طول هتبقى سيتا 2 ماينس الابكس انجل ولو انا عايز اجيب الايه؟ الان بريزم اوفر الان ميديان اللي هو الاير يعني اللي هو غريب اللي هو الكلام بيبقى بوند يبقى ساعتها هتبقى ساين ان بريزم اوفر الان ميديان ايكوال ساين سيتا 2 على ساين فاي 2 ساين سيتا 2 اوفر ساين فاي 2 سيتا 2 اللي هي ممكن اكون انا عايز سيتا 2 مثلا او انا معايا ان البريزم وعايز اجيب سيتا 2 طب الفاي 2 سهله الابكس انجل على طول صح ممكن اقول دي ساين برضه سيتا 2 اوفر ساين الابكس انجل يعني ايه يعني براحتك ده انت فاهم ان الفاي 2 هي نفسها الابكس انجل ليه؟
علشان تيتا 1 بزيرو، ولما تبقى تيتا 1 بزيرو يبقى الابيكس انجل اللي هي نفسها الفاي 2. طب لما يجي يقول لك بقى رقم 1، تاني حاجه لما يجي يقول لك ايه ذا لايت رين emerge normal with the light ray emerges normal from the prism. ساعتها هيطلع normal كده. قال لي ايه ده الباوندري سيرفيس هنا، هيطلع من هنا ايه نورمال على الايه على الباوندري او على السيبريتنج سيرفيس. الانجل هنا فين النورمال لاين؟ هنا اهو. فين اللايت راي؟ اهو. فالفايت هنا كان في انجل ما بين اللايت راي والنورمال، مفيش. يبقى الفايت هنا كان زيرو، سيتا 2 ايكوال زيرو. يبقى هنا على طول لو هو كان داخل بانجل اسمها فاي 1 وحصلت ريفراكت توردز، يعني الانجل قلت سيتا كده بقت سيتا 1، فبقت دي فاي 1 سيتا 1. هنا على طول الابيكس انجل تبقى هي نفسها سيتا 1 لان الفاي 2 كان هنا بزيرو، يبقى الايه هي نفسها مين؟ سيتا 1. يبقى الايه هنا ايكوال سيتا 1 والالفا ايكوال مين؟ الفا ايكوال فاي 1 بلس سيتا 2 اللي هي اصلا ايكوال زيرو، لان هو فولس نورمال، سوري emerges normal from the prism. يبقى phi 1 phi 1 plus 0 minus the apex angle minus the apex angle. طب الان البريزم اوفر الان البريزم اوفر الان ميديم اللي هو في الالوريثم مثال بتكون 1 equal sin phi 1 على sin theta 1. مين الثيتا 1 هنا بقى؟ هي الابيكس انجل. شوف اكزامبل على الكلام ده بقى.